السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة اليوم هي الكبة المقلية، طريقة رائعة جدا ومقرمشة وهتحتفظ بقرمشتها حتى بعد ما تبرد. والأحلى بوصفة اليوم إنها راح نحضرها بدون مكنة، وأيضا هنضيف إلها لحمة هبرة حمراء. طريقتها رائعة جدا وسهلة، فقط تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا كل النصائح لتنجح معكم من أول مرة. المقادير والمكونات: عندي كيلو من البرغل الناعم، فيكو تستخدموا البرغل الأسود إذا توفر، أنا ما حصلته فاستخدمت كيلو من البرغل الأصفر الناعم. ملاحظة مهمة، البرغل الأصفر الناعم ما بحتاج لنقع، فقط رح نغسله بماء دافئ ونصفيه، ما رح ننقعه نهائيا. لاحظوا ان البرغل الاصفر الناعم بيشرب مي كتير حتى ما تطلع طرية معكم وتغلبكم في التكبيب. هنترك البرغل على جنب يتفتح معنا من لما غسلناه بالماء، وهنحضر التتبيلة تبعت الكبة. هتلاقوا المقادير على الشاشة. عندي حبتين من البصل متوسط الحجم، وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وملعقة كبيرة من الفلفل الاحمر المحروط. البهارات اللي راح استخدمها عنا ملعقة صغيرة من الكمون وفلفل اسود وشطة وملح ومردقوش ورشة هيل ورشة كبابة صيني اللي هي البهار البني، وعندي 5 أوراق من الريحان الطازج. إذا لم يتوفر الطازج فيكو تستخدمه المجفف. هنطحنها ناعم وبصينية كبيرة عشان نفرك البرغل مع التتبيلة. هنحط البرغل وهنضيف له التتبيلة، وبالأيدي هنقوم بفرك البرغل مع التتبيلة لغاية ما يمتص كل السوائل اللي في التتبيلة. لاحظوا كيف طريقة فرك البرغل بهاي الطريقة. هاي الطريقة التغنيكة عن استخدام المكنة، اتبعوا نفس الطريقة اللي بعملها بالفيديو. هنعجن كويس حبات البرغل ونتأكد تماما انه انعجنت معنا منيح، وهنضيف الها لكيلو البرغل نص كيلو لحمة هبرة. شايفين كيف اللحمة حمراء بدون اي دهون حتى ما تتفتح معكم اثناء القلي. هنعجن اللحمة مع البرغل والتتبيلة، هتاخد وقت معكم بس صدقوني صدقا يعني انا حسيتها افضل من كبة المكنة. هحط عندي صحن فيه مية دافية وهضل احط ايدي فيه واعجن في الكبة. هتاخد معك نص ساعة وانت بتفركي في البرغل مع التتبيلة واللحمة. هنختبرها، ناخد كرة منها ونحاول نشكلها مثل الكبة ونشوف معنا اذا تشققت منيح بنزود شوية مي وبنعجن. هيك تمام، صارت عنا جاهزة العجينة. هنغطي عجينة الكبة حتى ما تنشف معنا ونبدأ بتجهيز عصاج اللحمة. أنا اللحمة فرمت معها شحمة، لحمة الحشو عادي لو فرمنا معها شحمة. فقط هنقلبها بدون أي زيوت أو أي سمنة، نعتمد على الشحمة اللي فرمناها مع اللحمة. هاي الطريقة بتعطي طعم للحشوة جدا رائعة، ما بنحتاج إضافة أي زيت للحمة وإحنا بنقلب فيها. هنترك اللحمة على النار لغاية ما تجف تماما من أي سوائل. هنتركها على جنب، هضيف ملعقة من السمنة، يفضل ملعقة من السمنة لنقلب البصل، لأنه السمنة لما تبرد بتعطي تماسك لحشوة اللحمة عكس الزيت. أول شي هنحمر المكسرات اللي هنضيفها لحشوة الكبة. عندي سوداني، ممكن لوز مشرح، وهضيف جوز هحمصه بنفس ملعقة السمنة. مكان المكسرات راح ندبل البصل لغاية ما ينشف تماما من أي سوائل. هندبل البصل فقط، بعدين نضيفه للحمة المفرومة. نتأكد تماما إنه البصل نشف من أي سوائل،
لأنه لو كانت الحشوة فيها أي سوائل هتغلبنا وإحنا بنكبب فيها. البهارات اللي هضيفهم على عصاج اللحمة عندي ملعقة صغيرة من القرفة والهيل والملح وفلفل أسود وسماق وزنجبيل باودر وملعقة كبيرة. آخر شي هضيفها دبس رمان. هنقلبهم فقط دقيقة بعدين نتركها تبرد تماما بعدين نضيف المكسرات، لأنه لو ضفنا المكسرات والحشوة ساخنة هتبرد طعم المكسرات وتروح القرشة منها. هنبدأ بتكبيب الكبة. أول شي هقطع الكبة لدوائر متساوية الحجم، بنقطع كل العجينة بعدين نبدأ تكبيبها حتى يطلع كل الحبات متساوية في الحجم. هضيف المكسرات والجوز هطحنه قليلا بعدين أضيفه للحشوة. زي ما حكينا إنه لازم الحشوة تكون باردة قبل ما أضيف المكسرات. هحط جنبي وانا بشتغل صحن فيه مية باردة وبعدين ابدأ في تكبيب حبات الكبة. لاحظوا الطريقة، اطيب اشي الكبة تطلع رقيقة ومليانة حشوة. هضل اضيف على ايدي مية وانا بكبب حتى ما تلصق بايدي وبطلع شكلها ناعم من برا. المي بتساعد انه سطح الكبة يكون ناعم. بتكببوها بأي طريقة بتحبوها، هاي الطريقة المعتادة لشكل الكبة انتو عارفينها. وهاي قرص الكبة صار عنا جاهز، شوفوا شكله ما اروعه. هنكمل كل العجينة بنفس الطريقة. إذا حبيتوا تخزنوا منها بالفريزر فيكوا تحطوا حبات الكبة على صينية وبندخلها الفريزر لغاية ما تجمد، بعدين بنجمعهم في أكياس التلاجة وبنرجع نفرزنهم. ممكن تفرزن العجينة بأكياس بدون ما تكببيها والحشوة، وهيك بتكون عندك جاهزة فقط تطلعيها وتبدأي تكببي أقراص الكبة. شايفين قديش العجينة معنا متماسكة وبتتشكل معنا بكل سهولة؟ فقط استخدم الماء حتى ما تلتصق بإيدك وتطلع سطحها ناعم. أهم ملاحظة، لما تكونوا مفرزنين الكبة على طول تطلعوها على الزيت الحار حتى ما تفرط معكم بالزيت، ما تستنوا إنها تفوق من التجميد. شايفين قديش رقيقة العجينة؟ بعدين نعبيها بالحشوة مع المكسرات ونسكر الفتحة. العجينة كتير رائعة، اتبعوا فقط كل النصائح اللي حكيت لكم اياها، هتنجح معكم ان شاء الله من اول مرة. وهيك صارت عندي أقراص الكبة جاهزة. هنسخن الزيت على النار ونتأكد تماما إنه الزيت حار قبل ما نحط فيه أقراص الكبة. هضع قليل من عجينة الكبة، نعمل اختبار نشوف كيف الزيت حامي ولا لا. بعدين هضيف أقراص الكبة وأخلي وقت قليل بين ما أضيف القرص والتاني. شوفوا كيف طريقة تحريك الكبة، أول ما أحطها بهز المقلاية هز، ما بحاول ألمسها بملعقة أو بأي إشي عشان ما تنفتح معنا بالزيت. بعد ما تاخد لون أشقر ببدأ أحركها بالملعقة. بهاي الطريقة، هاي أفضل طريقة لقلي الكبة وبتطلع مستوية ونفس اللون من جميع الجهات.
هيك صارت عندي الكبة جاهزة وتحمرت معنا وأخذت لون حلو. الكبة اللي ما بنضيف إلها لحمة بالعجينة بتطلع معنا شقارها فاتح. هاي الفرق بين لون العجينة اللي بيكون فيها لحمة أو لا. هنكمل باقي الحبات بنفس الطريقة. بعد هيك هضيف الكبة عادي يعني بكمية في الزيت، لأنه صار الزيت حار معنا تماما. وهيك صارت الكبة عنا جاهزة. صراحة بدون مبالغة كانت رائعة جدا، وهي أول تجاربي في عجينة الكبة بدون مكنة. بصراحة أنا حبيت أجربها. أهم شي طريقة فرك البرغل مع اللحمة والبهارات، شوفوا قديش متماسكة وهشة، مقرمشة من برا وطرية من الداخل. صراحة كان طعمها رائع جدا، بتمنى تجربوا هاي الطريقة. بتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم، ولا تنسوا اللايك. أراكم في فيديو آخر قريبا إن شاء الله. دمتم بخير.